وش سبب الزيارة السعيدة؟ إيه أقول لك؟ وليه ما أقول لك؟ لقيت المكتب يا حبيبي للشركة، يا جمارة قلبي أنت. ألف ألف مبروك، الله يجعله مكتب السعادة والهنا حبيبتي. تصور مكتبه بهالفخامة إيجاره بس ب350 ألف. ولا شيء تحت ما طاك يا بعد عمري. أجل الشيك الله يعينك. أصير لك شيك. احت وبدون لف ودورا. موضوع الحمل حبيبتي. بصراحة أنا ما عدت صغير وأحتاج إنه يكون عندي ولد. حنا ما تكلمنا بهالموضوع وقفلناه، ولا أنت لا رحت العجوز قريح لعبت براسك. وش دخل روعة علشان أتكلم معها بأمور الشخصية؟ أنا أدري عنك. كل ما جيت من عنده وأنت مت على بعضك. يا مرزوقة، أنا زوجك، أبي طفل منك. بعدين، بعدين يا محسن، شركة التسويق الزفت هذه ماخذة كل وقتي. بس الحرمة اللي تحب زوجها تبي تحمل منه بسرعة وقت. أقول تدري عاد القعدة معك صارت تدبل السبت. بعدين بدل هالمشاريع، ركزي بالموضوع اللي قلت لك. أوه وقفي عندك، مو بكل ما كلمتك عن موضوع الحمل استهبلين. أجل استهبل زين. اسمع يا عبد المحسن، من اليوم ورايح لساني ما يحات لساني، فهمت؟ ألف ألف مبروك، الحمد لله حصل اللي نبيه. ها؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب. اسمع مرزوقة، روح للبيت الحين وانتبهي تتعبي نفسك، أنا جايك. من عيوني إن شاء الله. باي. أنتي حامل؟ لا يمه، أنا ماني بحامل، هذه لعبة. هو وطاعوشته ورأس لعبتيه. أبي أعيش يمه، أبي أخذ كل اللي أبي منه. لا يا بنيتي، هذا الشيء ما ينتقب، ما ينتقب. والله ما قصرتي يا فتنة وتستاهلينها. هالكلام مستحيل يكون صحيح. المستشفيات موجودة والمعاملية كثرها. وليش تكذب علي؟ عشان تأخذ من كل معرض يا شاطر. وانتي وش دراك؟ انت تظن الحين اني بتركك مع واحدة خبيثة مثل هذه بدون ما احط عيوني عليها؟ بتروحين معي الحين للمستشفى. ليه حبيبي؟ انت مريض؟ بتأكد من موضوع الحمل. وانت للحين ما صدقت هن؟ لا ماني مصدقك. اجل اسمع، لا مستشفى ولا غيره، انا ماني بحامل ولا تركت حبوب الحمل. حامل؟ هذا جزائي؟ أنا قصرت معك بشيء؟ حياتهم خربت تماماً سبب بخل الشيخ عين عين. عشان كذا الشيخ أميم رفع قضية خلع، ومصادر تأكد إن الشيخ عين ما راح يطلق لين تدفع له كل شيء، حتى قيمة الأكل اللي أكلته في بيته. أخلاق الشيوخ تغيرت اليومين هذول. الأكل؟ 50 مليون صارت أكل؟ سيرتك صارت على كل لسان. طلقها وارتاح يا عبد المحسن. ويطلع شيخ عبد المحسن مغفل. ولا تتبهدل البهدلة هذه. شهرين الناس كلها مالها غير سيرتك. صدقني أطلع بقل الخسائر. أنت تاجر والتاجر سمعته يراس ماله. ما أدري وش أقول لك والله يا عبد المحسن، بس خسارة 50 مليون ولا خسارة كل شيء